يمكنك أن تعرف على طريقة كيفية إيجاد نمط الشبكة على هاتفكم سامسونج. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الاتصالات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على شبكة الهواتف المحمولة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على نمط الشبكة، وهنا سوف نقوم بإيجاد نمط الشبكة. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة ونراكم في فيديوهات القادمة إن وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.